الحركة في ميناء وذيب المستقل هادئة، لأن أغلب السفن التي تصل إلى هنا من الحجم المتوسط والصغير، ولا مجال لدخول سفن عملاقة إلى الميناء الذي لا يتجاوز عمق مياهه 6 أمتار. الحكومة الموريتانية قررت تشييد ميناء جديد يصل عمقه إلى 18 متراً. ستتولى شركة صينية تشييده ابتداء من نهاية العام الجاري. فعلا وقعنا بالأحرف الأولى على العقد التجاري لهذه المنشأة المينائية الكبيرة اللي ستغير من الخارطة الاقتصادية يمكن القول في شبه المنطقة. مئات المستثمرين الأجانب والمحليين اجتمعوا في نواذيبو للمشاركة في منتدى اقتصادي خصص لمناقشة دور الموانئ في إنعاش الحركة الاقتصادية في المدينة التي تحولت قبل حوالي 5 سنوات إلى منطقة اقتصادية حرة، ويوجد بها وحدها 4 موانئ متعددة التخصصات. نحن نتعاون بشكل وثيق مع منطقة نواذيبو الحرة ونتابع المستقبل التنموي لهذه المنطقة، سواء تعلق الأمر بميناء المياه العميق الذي سيسمح لنا بجلب سفن ذات حمولة أكبر ويجعلنا نفكر في زبناء المستقبل. قد تفاجأنا فعلا باهتمام جميع الفاعلين في هذا الميدان من كبريات الشركات العالمية تمارس النقل البحري العالمي. 4 أو 5 شركات هي الرائدة في العالم اليوم كانت حاضرة في هذا المنتدى. اشتهرت مدينة نواذيبو بثروتها السمكية الهائلة التي تستقطب المستثمرين من الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، ولكن هذه الثروة ما تزال بعيدة من أن تنعكس على حياة الإنسان البسيط، فنسبة كبيرة منها لا تصل إلى الأراضي الموريتانية بسبب ضعف البنية التحتية.